الملوح بالفلفل وقويمة فيه حالة تحكيمية واحدة هي ضربة الجزاء التي تعال نشاهدوها. شو هلا ضربة هنا اللاعب المدافع ما لعبش الكرة راح مباشرة عرقلة المهاجم ضربة جزاء للبيض لم يعلن عنها الحكم. اللقطة واضحة إذن، هكذا قال محمد زكريني بالنسبة لهذه الحالة التحكيمية. مباراة أخرى، فريق لم نكن نتوقع بأنه سيدخل في الحسابات إطلاقا، واتحاد خشلة صح. وجد نفسه أيضا هو في هذه الحسابات بعد الخسارة هناك في الشلف أمام الجمعية المحلية المعنية أيضا بحساب